كنت كل شيء عندي بالحياة اسمه موتسيك، ما بفكر غير بالموتسيك جد، ما بفكر، ما خلص كل شيء عندي فكر فيه انه اعمله شيء اسمه موتسيك وبس، لا بفكر اتجوز ولا بفكر ببيت ولا بفكر البس ثياب، ما بفكر بشيء. أنا طفولتي بحلم شيء اسمه موتسيك. كان عمري 10 سنين تركت المدرسة واشتغلت محل تصليح دراجات. نحن منحب الموتسيك، منحب ركبة الموتسيك، هي هواية، هي محبة، هي منا أن والله أنت مجنون أو أنت أزهر، لا. وفي كتير عالم بتسوق والله، بس بدك مني أنا عقب، بدك مين مثلا تطلع عليه ما تقول الله يحميه وقلب وما أعرف شو، بدك واحد يسوق يقنعك بالسواقة، أنه هي والله اللي بيفهم فيها شغلة كتير حلوة منا شيء. تطلع الموتسيك تنسى الدنيا خلص، عالم تاني، جو تاني. واذا ما بطلع بصير كل ارجف في شيء بالجوا بيكون ثينك انه الموتو تشبه الركوب الخيل، لانه ما بعتقد انه ركوب الخيل كمان بس للشباب. عشو عايش هو بده ينبسط، بدي ضلني زارب حالي بين اربع حيطان لعين على الزربه. تخيل شغلتك انت بس وانت هذا الشيء بتحبه لقلبك، اوف شو بتعمل. تعب محلي ريحني. بدنا نعمل شيء لحياتنا، بدنا نعمل شيء لمستقبلنا، ما عم تزبط معنا. فتت بقضية الكبيرة اللي هي قضية قتل، وأنا ما قتلت، نحن ثلاث أخوة نمنا بالحبس. أمي كانت تروح وتجي، أمي تعبت كتير بحياتها، أمي ثلاث سنين هي تروح تجي على الحبس هتجيب لنا أكل وشرب. تعتير تعتير قد ما بدك تعتير. وصلت من الحبس تغيرت الأمور وتغير كل شيء، وعرفت أنه هذا الصح وعرفت هذا غلط. صراحة أنا بهالبلد ما بفكر بشيء، لأنه بعرف أنه يعني شو ما تحلم على الفوضى، بس يشوف واحد مثلا معه جمال بيقولوا عنه أزهر، بس يشوف واحد عم بيقلب أزهر، ليش مثلا ما هو هيدي هويته وبيحب يعملها ومبسوط فيها؟ بس حالي إرهابي، ما في شيء، أنا بس عم بتسلى عم تويته بعد عن العالم كله. بالعالم عم تقول عني أزهر سكران، طب أنا كيف سكران وقابب على الموتسيك؟ تع أنت يا صاحي قبل هالموتسيك. يعني إذا عم تسوق موتسيك أنت عم تسوق كأنك عامل شيء أو حرامي، بس أنت قانون الكلية. يعني هلا إذا بتروح على شيء محل بتطلب إذن وبملوا الطاوله ويلا ومدري شو، وبلوها تطلع الصوت وبلوها. يعني هي لسواقة الساحة أحلى بشوي من الطريق، لأنه الدرك ما بضل وراك، بس حتى بالساحة بيلحقوك عشان ما في ساحة منظمة بلبنان. عم صور صور فحص تحت فحص كل شيء. الله ما يزعل موتسيك بشرب 3 بيرة. نزعل صيتي. شو ضحك لي؟ خلاص ما كله محروق ما بيأثر. بلد كلها كرت محروقة. اللي بيروح روح واللي بده يجي يجي، خلاص انتهى. وبعد ضلني سوق موتسيك. هلا حموت وبعدين حموت. واللي طالع بوجهي كمان حموت 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 هاي. وكل ما واحد عم يسوق موتسيك كرمال يموت، فهمت علي كيف؟ مين بدي يقول له لا؟ ما انا ميت وميت يا اخي. وهلا انا نازل بتبلع الدنيا على الطريق. يعني اذا انقذت حتى تكون قلبي احلى عسل، انه ما بحس انه حبطلها. يعني شو ما يصير ما ببطلها.
أهلي ممكن يخسروني بس أنا ما عندي شيء أخسره. أهلي ممكن يحزنوا علي يبكوا علي، وإن أصحابي هيبكوا عليك يوم واثنين وثلاثة وأربعة، من هي مثلك مثل غيرك حتنتسى، بيحطوا لك صورة لن ننساك. خلصت الحكاية. ممنوع الخوف على المطيق، بس خاف على المطيق راح. اللي بيخاف بيموت. ممنوع تخاف. خاف تعور حالك. بدي يضل قلبك قوي. هيدي معروفة. نحن كتير خسرنا من أصحابنا على الطرقات. أنا من رفقاتي صاروا شي 9. بعرف أكيد بعرف. هلا جو كل يعني مثل ما بقولوا بجماعتنا يعني. كل أحد وهيك وشويات وهيك. وبس شو بدك تحكي؟ الله يرحمه. صباح يا شباب. أنا بس بعثوا لي صورته وقالوا لي توفى ما صدق. أنا بعثوا لي صورتك مشت التليفون ودقيت له. قعد خطه مسكر. فكرت إنه عم يعملوا فيني ضرب الشباب الصبح بعد نفاية منه. حلمت فيه إنه بعده عايش وعن جد شو بزعل. كذا مرة حلمت فيه. ايه جوكي العزيز كتير. نحن جماعة مبسوطين يا خيي. راضيين باللي نحن فيه. صورني هون. مبسوطين يا خيي على الآخر وراضيين باللي نحن فيه. وأحلى عيشة نحن عايشينها خيي الحمد لله. اليوم بالصدفة اليوم انتو عم تصورونا وقشت بنت قلت لي طلعني معك، قلت لي اطلعي ما المشكلة، قلت لي بدي فش خلقي اول مرة بركب موتور، فطلعت وري وفش الخلقة، قلت لي عن جد عن جد ركبت الموتور هي متعة، اخذت رامة اقل شيء اني اخذ رامة. هيدا اقل شيء. هيدا هون بطل لبنان يا خيي بطل مع زقفي مع زقفي لما بيع الحجز حبيب قلبي. هيني بسوق وبطلع مع الشباب وبتحدى الشباب وامرار بعمل دراج ريس تقليع معهم يعني. شو بصير بس تربح؟